السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الوداد الرياضي المغربي في دوري أبطال أفريقيا في عودة نصف النهائي. مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد انتهت بفوز الأهلي على الوداد 2-0 على ملعبه في المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب. اليوم الذهاب هيكون على استاد القاهرة الدولي بين الأهلي والوداد. المباراة هيكون معادها بإذن الله تعالى الساعة 9 مساء توقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. الأهلي هيلعب أمام الوداد والمباراة ستذاع على قناة بي إن سبورتس اتش دي 7. معلق المباراة هو حفيظ الدراجي. في كلام او في موقع تاني بيقول ان مباراة الاهلي امام الوداد ستذاع على قناة بي ان سبورتس اتش دي 1، فانا حبيت اقول لك الاثنين علشان تبقى انت محدد، يعني ممكن لو ما لقيتهاش على بي ان سبورتس اتش دي 7 ممكن على بي ان سبورتس اتش دي 1. طيب في قناة اخرى تذيع المباراة هي القناة المصرية الارضية تايم سبورت، ولكن الارضية وليست الفضائية، الارضية ستذيع على المباراة باذن الله تعالى كما فعلت مباراة كما فعلت الارضية الجزائر المغربية. كان معكم محمد نوردي من قناة من الآخر وخلاص، قدمنا لكم موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. اشترك في القناة وضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك وسبسكرايب واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.